السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. الممتاز به يشتعل في مجموعاته الثلاث، طبعا مباريات مثيرة ومباريات عجيبة طبعا، وطبعا صاحب بطاقة الصعود سيتحدد مع صافرة آخر مباراة، لأن المباريات في المجموعات الثلاث على صفيح ساخن. الشرقية للدخان يحتل الصدارة، ومجموعة بحري يحتلها النادي حرس الحدود، وطبعا مجموعة القاهرة طبعا بورتو السويس يتصدر هذه المجموعة. وطبعا بنكرر أن طبعا في صافرة نهاية آخر مباراة في الدوري الممتاز به طبعا حيبان مين صاحب بطاقة الصعود للممتاز ألف، ونبارك له إن شاء الله بإذن الله. طبعا المباريات تختتم في بعض المجموعات في القسم الثالث. طبعا الإسكندرية صعد منها نادي المجد، وطبعا منطقة مطروح وشمال سيناء صعد منها النادي المصري السلوم للممتاز به. طبعا مجموعة الشرقية طبعا كذا مجموعة صعد منها بلبيس، مجموعة دمياط والقناة صعد منها نادي بور فؤاد طبعا للممتاز به. طبعا في مجموعات مشتعلة جدا، ولكن مجموعة الدقهلية نادي شيكو يقترب بكل قوة لنحو الصعود للممتاز به على حساب طبعا نبروه وبلقاس. تمام، طبعا بلقاس طبعا يعطل نبروه نحو الصدارة للموسم الثاني على التوالي بفوز بهدفين مقابل هدف. طبعا هيكون معانا مداخلات طبعا من برنامجنا من المراسلين الخاصين بالبرنامج ان شاء الله. طبعا بقاء نادي غزل كفر الدوار بالقسم الثالث طبعا بقيادة الكابتن محمد عبد الوارث وعطية فرج جازولي، طبعا جهاز فني محترم، هنحاول نتصل بيهم ونجيبوا برضو بعض الصور الخاصة. الاختبارات في الملاعب المصرية ما لها وما عليها، المغالاة في أسعار الاختبارات، سعر الاستمارة وصل 100 جنيه من النادي، 150 جنيه في أيدي الآخرين. طبعا الاختبارات مطلب شعبي ومطلب جماهيري، بدليل كل محافظة. الزمالك طبعا يغزو المحافظات، وكذلك نادي إنبي، وكذلك نادي الاتحاد السكندري، ولكن هل من جدوى من هذه الاختبارات؟ ده اللي احنا عايزين نرد عليه بالنسبة للأمر الموجود حاليا على هذه الساحة. طبعا في اختبارات بتتعمل من أندية ممتاز به أو أندية قسم تاد، بس في مفيش مغالاة في سعر الاستمارة، يعني لا يتعدى 30 جنيها. أما طبعا الاختبارات الأندية الكبيرة تتعدى 150 جنيه، بتطلع طبعا من النادي ب 100، وطبعا السمسار أو السوق السوداء ب 150 جنيه زي ما بعض الأصدقاء رسلونا على رسائل النادي. الاختبارات حاول بقدر الإمكان، اللاعب بينزل بيختبر، ولكن المصداقية شعار رؤساء قطاعات الناشئين. ولكن الكم الهائل، يعني الاتحاد السكندري بقيادة الكابتن إمام محمدين لغى مواليد 2002 و2004 و2006، ومش الاتحاد المصري لكرة القدم، لا نادي الاتحاد السكندري لغاه. طب انت لغيت هذه المراحل السنية او الفئات العمرية، طب انت عامل اختبارات ليها ليه؟ وكم هائل جدا جدا من تلك الفئات العمرية. ولكن هل في رأي آخر أو في حاجة في دماغ الكابتن إمام محمدين عسى وعلى أن لاعب مميز يظهر من تلك المراحل السنية ليتم تصعيده المراحل الأخرى؟ طبعا الاختبارات تغزو جميع المحافظات، الصعيد، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، الأسكندرية، لمعظم الأندية المصرية. نادي زد طبعا إقبال هائل، طبعا عمل طفرة وعمل اسم في غضون أقل من موسم أو موسمين، طبعا في ظل الكابتن علاء نبيل
رئيس قطاع الناشئين اللي عمل طفرة جيدة في القطاع وأفرز بعض اللاعبين والموهوبين الجيدين. طبعا هنطلع لتقرير مصور من أكاديمية نادي المقاولون العرب بمدينة دمنهور، ونساب ضيوفي الكرام الأستاذ محمد مجدي الناقد الرياضي. طبعا ورجعنا لكم معايا وانضم إلي في الاستوديو طبعا الأستاذ محمد مجدي الناقد الرياضي. أخبارك يا أستاذ محمد؟ كله تمام منورنا الحمد لله على السلامة. نورك الله يسلمك. اللي عايز أتكلم بقى طبعا بيتك الأول والأخير نادي الزمالك طبعا، وهل في جديد في طبعا مجلس الإدارة لنادي الزمالك ولا يبقى الحال على ما هو عليه؟ طيب بص، عشان دي أسئلة الشارع الزمالكاوي في مصر. دلوقتي في مشكلة لحد احنا بقالنا 6 شهور فيها من بعد رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي هو لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو رحل ليه. تمام. رحل المفروض كان رحيله أتى من وزير الشباب والرياضة، كان لابد أن بس هل فعلا في انتخابات؟ في انتخابات تمام، في انتخابات هو هيخش فيها طبعا خلاص، ما كسب بقى القضية بتاعت اللجنة الأولمبية، انه يخش يعني دي اللي كانت تعوق الموضوع اللي هو كان في وقف الاستبعاد النهائي أربع سنين كان المفروض في وقف واتلغى الحمد لله. ايه تمام من الجهة الإدارية. فأنا كنت بتكلم في ايه، ان كان لسه الناس بتسأل عن رحيل مجلس الإدارة السابق، فكنت عايز انوه بس ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين القصة مش ازاي. احنا فوجئنا بقرار قبل نهائي افريقيا برحيل المجلس السابق تمام، او كان قرار يوم بعد الماتش بيوم على طول. بس هل احنا دلوقتي هنفضل كنادي الزمالك يفضل في الدوامه دي لحد امتى؟ يعني انا بكلمك بلسان الجمهور كله اللي عايز يسال شويه اسئله كتير وبيستغيث بحاجات كتير. دلوقتي حضرتك المخالفات تحولت للنيابه تمام، بقى لنا دلوقتي 6 شهور ما فيش حاجه ظهرت تمام، وعشان الناس ما تنتظرش ما فيش انتظار غير الانتخابات القادمه اللي هي بعد 3 شهور تمام، عشان بس الناس ما تقعدش تسال كتير وامتى المجلس راجع وامتى البتاع، ما فيش رجوع قبل على غير على الانتخابات بامر الله القادم. طب ادوار اللجنه المؤقته حاليا؟ ما فيش لجان تدمير نادي الزمالك. اللجان المؤقته الموجوده في نادي الزمالك حاليا ما هي الا مؤقته فقط لا غير، لحين طبعا بلوغ الانتخابات. ما هي مؤقته بس ما لهاش دور، مع احترام لحضرتك هم دلوقتي ما مش شايفهم خدوا اي خطوه. فهمتني؟ احنا دلوقتي عندنا تجديد عقود لعيبه فشلوا فيهم. فاهمني؟ عندنا كذا كذا موضوع يخص كره القدم فاشلين فيها. فما فيش اصلا لجان، انت حضرتك عارف ما فيش لجان بتدير انديه بتمشي على طريق انا كان نادي النادي بتاعي مستقر. طب من يدير الكره في الزمالك حاليا؟ من يدير الكره في الزمالك؟ عايشين على الماضي. انا دلوقتي ما هي دي المشكله، ان الجمهور بيعاني منها حتى الان. احنا مش عارفين النادي رايح لفين. فاهمني؟ حضرتك اصدرت قرار برحيل مجلس الاداره. تمام. كان لابد ان تعين نفس مجلس الاداره حتى يتم التحقيق في المخالفات، المفروض ان هي في مخالفات فعلا، لو في مخالفات احنا بقى لنا 6 شهور دلوقتي لحد دلوقتي ما طلعش مخالفه. فاهمني؟ بس احنا طبعا بنحترم القضاء ولسه منتظرين. تمام. طبعا لو ما ثبتش حتى اغسطس وقال ان في مخالفات ولا اي حاجه فيحق للمجلس بالكامل ان هو يدخل الانتخابات الجديده، وده اللي انا متوقعه، وهيبقى فيه نجاح واكتساح. بس انا بتكلم في ايه؟ الى متى؟ تمام؟ احنا خرجنا من افريقيا، هل ينفع ان انت لما تكون نادي بتنافس كل سنه او بتنافس كل على 5 بطولات وبتوصل نهائيات يوصل بيك الحال انت تطلع من دوري المجموعات؟ طب ايه ذنب المشجع الزملكاوي؟ تمام. تمام؟ ايه ذنبنا ان انت مثلا تكون عندك حاله استقرار مادي وفجأة رحلت عنك دلوقتي؟ تمام. دلوقتي أي لاعب دلوقتي بعد ما كان بيتمنى إن هو ينضم لنادي الزمالك عشان استقراره الإداري والمادي، أي لاعب دلوقتي بيفكر 100 مرة قبل ما ينضم بما يعني. وحتى كمان اللعيبة اللي عندك اللي مجربة الاستقرار الإداري والمادي دلوقتي مش عايزة تجدد، خايفة على مستقبلها. تمام. وحقهم، ولازم الجمهور يكون فاهم الكلام ده كويس. اكيد طبعا. المشاعر دي خليها على جنب والانتماء. تمام. احنا دلوقتي كل ده اكل عيش. كل واحد بيدور على مصلحته في المقام الاول. دلوقتي احنا ايه ذنب الجمهور الزملكاوي في الحته دي؟ تمام. تمام. اللي عايز اوصله لحضرتك، هل في تدخل هيحصل؟ هل في حاجه هتنجو من القصه دي؟ يعني الجماهير هتنجو، النادي هينجو من القصه دي؟ احنا لحد دلوقتي مش عارفين. ما هو حضرتك القصه وما فيها الزمالك احنا برضو مش عايزين نقوله حد معاديه.
خلينا نتكلم بصراحه. اتفضل. عايزين مش عايزين نضحك على الناس. من قبل 2014 كان الزمالك بيعاني 10 سنين. وبعد ما 2014 لما جه المجلس السابق عمل طفره في كل حاجه. تمام. انشاءات و كواليتي لعيبه على اعلى مستوى، عمل اللي يعني معلش احنا انجزنا في سنه كل ما نتمناه. تمام. وبقى عندك كواليتي لعيبه من اعلى كواليتي لعيبه اللي موجود في افريقيا وبينافس. بس ده الظاهر كان مزعل ناس كتير. نادي الزمالك وصل لمرحله كان رقم واحد في مصر. تمام. لو جينا قسنا من 2014 8 سنوات او 6 سنوات مين الاعلى في البطولات؟ كان رقم الزمالك رقم واحد. الزمالك كان الزمالك هو الزمالك ما كانش بيعدي موسم غير لما يحصل على بطولتين في كره القدم وعلى جميع البطولات في كره اليد والهاندبول. تمام. طبعا احنا عايزين نبارك طبعا لفريق الباسكت بتاع الزمالك على بطوله افريقيا اللي لسه حصل عليها ووصوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. طب قبل ما نبارك لفريق كره السله لنادي الزمالك معايا الكابتن احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج. اهلا وسهلا استاذ احمد. الو 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 مساء اتفضل. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور. اخبارك يا استاذ احمد عامل ايه؟ الشبكه بس وطي التلفزيون شويه. الو الو استاذ احمد. الو مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور. كلمنا كده عن المجموعه طبعا اللي هي مثيره ومعظم المجموعات انتهت ما عدا هذه المجموعه مجموعه الدقهليه. وصلت لغايه فينا يا كابتن احمد؟ تحياتي لك يا كابتن احمد ولضيوفك. اتفضل. تحياتي لك يا كابتن احمد ولضيوفك. أقيم يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الرابعة الجولة 28 للمجموعة التاسعة. تمام. وأسفرت عن الآتي: قطع نادي الشيكو بقيادة الكابتن مصطفى مرعي شوطاً كبيراً للتأهل للممتاز به بعد فوزه الغالي مع فريق ميجا سبورت. تمام. ليرتقي إلى صدارة المجموعة برصيد 61 نقطة. تمام يا كابتن. وتبقي له حصد نقطتين فقط من مجموع مباراتين يا كابتن. عايز نقطتين من مجموع مباراتين. تمام يا كابتن. هيجيبهم مع مين يا كابتن ومين؟ هيقابل يا كابتن عمال المنصوره يوم السبت. ومنية سمنود. لا شكرا كده يبقى صعد شيكو رسميا بنتوقعه طبعا وانتهت. طب اللي هبط رسمي في هذه المجموعه؟ كابتن احمد. مستغلا سقوط منافسه ونبروه في فخ الهزيمه من نادي بالاس يا كابتن. الموسم الثاني على التوالي في هذا التوقيت الحاسم. الموسم الثاني على التوالي. تمام. طيب الهبوط. الهبوط يا كابتن زي ما قلت لحضرتك في السابق دقدوس واتحاد المنزله. والاقرب بدواي وعمال المنصوره. وعمال المنصوره. تمام يا كابتن احمد. كابتن احمد في مباراه شيكو وميجا سبورت هل الحكم احتسب ركله الجزاء ورجع في كلامه او رجع عدل عن القرار بناء على المساعد؟ في احداث شغب في هذه المباراه؟ الو الو. ايوه ايوه يا كابتن. في احداث شغب في هذه المباراه؟ كابتن العتباني حكم الساحه كان صفر فعلا باحتساب ضربه جزاء، ولكن المدافع بتاع فريق ميجا سبورت كان مسك الكوره، فبعد المشاوره والرجوع الى اللايز مان او الرجوع الى مساعديه اللي كابتن رضا جبر والكابتن احمد لطفي رجع عن قراره يا كابتن ولم تحتسب ضربه الجزاء. في اعمال شغب حصلت بناء على هذا القرار؟ يعني توقف اللعب لمدة حوالي 5 دقائق. تمام. وشد وجذب بين المدير الفني وبعض الجماهير. ولكن استؤنفت المباراة وانتهت المباراة بفوز شيكو بهدف. استؤنفت المباراة بطريقة رسمية كاملة. وفاز فريق شيكو بهدف، ويعني قاب قوسين او ادنى من الصعود يا كابتن. لا هنباركوا له ان شاء الله في الحلقه القادمه. شكرا جزيلا استاذ احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج من محافظه الدقهليه.
استاذ محمد عايز اتكلم عن دعم الانديه من مسؤولي الكره في مصر، ولكن قبل ما اتكلم عن الدعم طبعا بنكرر المباركه للفريق الاول باسكت بنادي الزمالك وحصوله على اول بطوله افريقيه تقام. ما هو ده بقى اللي عودنا عليه الزمالك. تمام عودنا على ايه؟ عودنا ان رغم انه يكون في ازمات وفي عدم استقرار وفي كذا كذا، بيفاجئ جمهوره وبيفرحه ببطوله محترمه زي دي، خلته يوصل كاس عالم للانديه، اول فريق في مصر يوصل كاس عالم للانديه في الباسكت بول. في الباسكت. حضرتك سالتني سؤال عن من يدير عن فين دعم الانديه؟ دعم الانديه من مسؤول. طيب هنتكلم بصراحه برضك ولا نضحك على الناس؟ لا نتكلم بصراحه. طيب مفيش دعم الانديه في مصر غير دعم النادي الاهلي بس. مفيش دعم الانديه خالص. انت بتتكلم على دعم مادي ولا دعم معنوي؟ اي دعم. ولا دعم لا يوجد دعم في مصر غير النادي الاهلي بس للاسف يا كابتن احمد. احنا بقى عندنا دوري مكون لفريق واحد بس. انا بكلمك على مسؤوليتي. مفيش دعم لا من اتحاد كوره ولا من وزاره شباب ورياضه غير للنادي الاهلي فقط الاكثر شعبيه في مصر. ده وجهه نظر. انا اعترف بكده. وجهه نظر. وجهه نظر ناس كتير، تمام؟ انا بكلمك بصراحه. تمام؟ فلازم عشان انا اكون دوري محترم ودوري قوي اقدر يفيد لي منتخباتي ويفيد لي حتى يبقى في نسب مشاهده عاليه، لازم انا ادور عندي مثلا سواء خمس انديه. يا راجل ده احنا ما بقاش نشوف كوره حلوه من ساعه ما الاسماعيلي وقع. فاهمني؟ الاسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري. تمام؟ وعندي الاهلي والزمالك وعندي المحله وعندي كذا كذا. لو انا دعمت الانديه دي صدقني هاخد دوري محترم. انما اذا كان انا كنت اصلا رافض المنافسه ورافض فكره ان يكون عندي دوري قوي. تمام؟ الدوري القوي ده هيفيد المنتخبات الوطنيه وهيظهر بعد الاعلام. بس احنا بنضحك على نفسنا في الاعلام وبنوصل للناس ان احنا عندنا دوري قوي، الدوري المصري رقم 2 على مستوى افريقيا، مفيش الكلام ده. طيب نخش على موقف فرجاني ساسي وطبعا الزوبعه. طيب اللي حصل في الاونه الاخيره فرجاني ساسي حتى ومن هو البديل؟ ما وقعش الحد حتى هذه اللحظه. ده على ضمانك؟ ضمانك. انا لسه بقول لحضرتك في كلام كتير على انه وقع للدحيل. بس الكلام ده مش حقيقي. فرجاني ساسي هيوصل بامر الله بعد خمس ايام. طبعا هو مصاب، نتمنى له الشفاء. ايا كانت، راجل برضك ده بيدور على مستقبله، لاعب محترم، لاعب دولي. اهم بقى من كل ده تناول الاعلام للقضيه دي. تمام؟ يعني فجاه كده ظهر ان الاعلام قلبه على نادي الزمالك، وان فرجاني ساسي تجديده هياثر على غرفه ملابس نادي الزمالك واوضه اللبس والكلام ده. من امتى والاعلام قلبه على نادي الزمالك؟ تمام. فرجاني ساسي طالب 1,700,000 يورو ماشي في الموسم. احنا جايبين فرجاني ساسي بنفس المبلغ، ايا كان مين كان جايب المستشار ترك. بس كان فرجاني ساسي جايب بنفس المبلغ وبياخد نفس المبلغ، ومحبوب هو اعلى لعيب في اعلى لاعب بياخد اجر في الفريق. اكيد طبعا. وكان محبوب لعيبه نادي الزمالك. اصل انت لما تيجي تقول ده هيبوظ اوضه اللبس داخل نادي الزمالك، فانت كده يعتبر بتهين لعيبه الزمالك كلهم. لعيبه نادي الزمالك لعيبه محترمه، كل واحد راضي باللي قسمه ليه ربنا. تمام؟ وعلى قد مستواه. انا مش هجيب لاعب دولي من كاس عالم لسه جاي من كاس عالم واخده من الدوري السعودي زي لاعب بيلعب في الدوري المصري. لسه بكلمك في النقطه دي وبقول لك ان الدوري المصري لا يذكر. تمام؟ لا يوجد فيه عداله ولا يوجد فيه اصلا رعايه، كل حاجه موجوده خاصه للنادي الاهلي فقط. تمام. طيب ممكن يكون الكلام ده مثلا او التخيل ده من جانب بعض جمهور اجتهاد اللي هو الاجتهادات، يعني ان الدوله واقفه في صالح النادي الاهلي. الاهلي هو رقم واحد. الاهلي انت يعني بتقصد على المؤامره الكونيه يعني اللي بتقول عليها صح؟ مفيش الكلام ده كله. طيب بنبص. طب انا ما هفهمك على حاجه، هقول لك على حاجه. اتفضل. خلي بالك هو مش نادي الزمالك جماهير الزمالك بس اللي عندها نفس القصه. لا ده في جماهير الاسماعيلي وفي قصص كتير. تمام؟ انا دلوقتي كنادي الزمالك، انت شايف ان نادي الزمالك بيعامل معامله النادي الاهلي؟ يا راجل النادي الاهلي هو اللي بيحط جدول مبارياته. فهمتني؟ لو انا مش عايز اتكلم في اللي فات عشان اللي فات كتير. تمام؟ احنا وصلنا، فاكر البطوله بتاعت الاهلي خسر فيها من الترجي 3-0 النهائي بتاعت بدري ومش عارف ايه. تمام؟ البطوله دي الاهلي قعد شهر ونص. بعدها شهر ونص ما يلعبش كوره. احنا لحد وقتنا هذا مش عارفين ايه السبب. الراجل اللي ماسك اللجنه المؤقته دلوقتي في اتحاد الكوره احمد مجاهد بيقول لك انا اهلاوي وعضو في النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي. تمام. عايز تاني لما يجي يوقف للشناوي يتوقف اربع مباريات ويخفضهم لمباراه حرصا على مستقبله او مستقبل النادي الاهلي او بعض الاتصالات اللي جات له. كان الاهلي في مهمه قوميه ويجي لاعب امام عاشور عنده مهمه قوميه. مش راح المفروض اصلا يساعد عشان عنده الاولمبياد. طب توقعك لمباراه الاهلي والترجي التونسي؟ انا اتمنى طبعا، انت عارف انا اتمنى ايه، بس انا اقول لك يعني ان شاء الله تعدي على خير. بس من قلبك؟ من قلبي ازاي؟ التمني ده من قلبك؟ فوز الاهلي؟ انا ما قلتلكش اتمنى فوز الاهلي، انا بقول لك اصل هضحك عليك. تمام؟ بصراحه يعني انت تتمنى هزيمه النادي الاهلي؟
انا ما اتمناش اي اصل الاهلي مهمه قوميه. انا دلوقتي عرفت ان في خبر دلوقتي، خلي بالك حاصل ان الترجي التونسي هيدخل 5000 مشجع. تمام واتمنى ان مؤسسه الدوله الاهلي بعد دلوقتي خطاب ان هو يطلب 20000 متفرج للمباراه القادمه. تمام، وانا بقول لك هيوافق. بس ما تهربليش من حياتي. انت تتمنى فوز الاهلي ولا الترجي؟ لا الترجي. الترجي التونسي هو الاهلي في مهمه قوميه. انا ما انا فاهم، انا بكلمك بصراحه. انا بص راجل، بس انت صريح كده يعني. ما انا لسه ممكن اقعد اقول لك واضحك عليك واقول لك لا الاهلي والكلام ده فاهمني، بس انا بكلمك بصراحه. انا دلوقتي دي مش حاجه مالهاش علاقه بالوطن، الوطن ده بص فوق دماغنا، بس انا بتكلم في دي كوره. انا دلوقتي مش عايز المنافس بتاعي يعلى عني في البطولات الافريقيه. بس انت لو بتشجع، انت لو بتشجع الترجي ماشي، تتمنى فوز الترجي، مش ضرر للاهلي. ولكن يعني الاهلي لعب اي فرقه هتمنى فوز النادي تاني، مش بشجع كده. لا انا بكلمك في الصح. انا دلوقتي انا مش عايز الاهلي يكسب ليه. مش عايز الاهلي يعلى زياده عني من البطولات. تمام، طبعا الجميع انت بصصه من الناحيه دي. ما هي كله بيبص لها كده. انا دلوقتي اللي عنده كام بطوله افريقيه؟ 9. الزمالك عنده 5. السنه اللي فاتت لو كان الزمالك اخذ البطوله كان الزمالك هيبقى 6 والاهلي 8. الزمالك يجتهد. شوف الاهلي، بص من ماتش واحد عالي كام بطوله بقى فرق عننا 4 بطولات، مع انها كانت هتبقى بطولتين بس لو كنت انا بقيت 6 والاهلي 8 زي ما هو. فانا بكلمك بس في الارقام، انما انا كنادي الاهلي مش هو اللي عامل كده. الغلط او الاخطاء مش من النادي الاهلي، الاخطاء من الناس المسؤوله عن الرياضه في مصر. طب ايه رفع عوده الكارتين؟ طب انا ما لسه بتكلم في كده لحد برضك دلوقتي. هو انا سمعت من شويه ان هو لسه طالع مطلع تصريح ان هو كان مشي علشان ما كانش عنده المؤهلات، اللي هو ايه يعني كان معاه فريق ما عندوش المؤهلات. يعني انا شايف تصريح غبي. تمام بصراحه يعني سوري. انت بتقول هو طالع بيقول دلوقتي من شويه من 10 دقايق بالظبط بيقول لك ان هو مشي او ترك نادي الزمالك عشان كان خايف ان هو يخسر النهائي وان كانش معاه اللعيبه. لا الكلام ده تصريح حالا. تمام بيقول لك ان ما كانش معاه كواليتي اللعيبه اللي هو يكسب بيه نهائي افريقيا، مع ان الدنيا كلها اشادت واعترفت ان الزمالك الاحق بالبطوله الماضيه. تمام بس التوفيق في النهائي والكلام ده كان ممكن الجون اللي جه تاني للاهلي كان يجي للزمالك. التوفيق ده بتاع ربنا. تمام وبيقول لك انا رجعت دلوقتي عشان طب ما انت رجعت طب اقول لك هو رجع الكواليتي قل. يعني مصطفى محمد احسن مهاجم في مصر مشي. تمام وده دور اللجنه. حضرتك خرجت لي مصطفى محمد دلوقتي اللي جاي له عرض من كريستال بالاس ب 25 مليون يورو. حضرتك مطلعه لي ب 2 مليون دولار اعار. تمام طيب بالنسبه بقى احنا بنتكلم على اوضه اللبس نادي الزمالك اللي هتنهار من عقد فرجاني ساسي. طيب انا مش عايز اتكلم على الجانب الثاني، في كوارث واهدار مال عام والدنيا كلها عارفه. بس المشكله يا فندم في الاعلام. الاعلام يا فندم الاعلام ما بيتناولش غير قضايا نادي الزمالك، مش مسلط الضوء غير على نادي الزمالك. تمام في عين الناحيه الثانيه لو بصيت هتلاقي حاجات كتير جدا، بس هو مغمي عينه عنها. تمام كل قصته في نادي الزمالك. فانا اتمنى يعني انا عايز بس اوصل رساله عشان في ناس بعتها لي رسائل كتير. لراجل محترم فخامه الرئيس، هل حضرتك راضي بما يحدث وسيحدث في مؤسسة رياضية محترمة بحجم نادي الزمالك؟ هل حضرتك راضي بالضرر اللي لحق بالكيان حتى الآن؟ هل حضرتك راضي بهدم كيان عريق يشجعه كثير من الملايين في مصر والوطن العربي؟ تمام، احنا عايزين نتكلموا في نقطة برضو. انت شايف علاج الزمالك فنياً في بعض النقاط، ايه هي النقاط؟ ما انا بص اتفضل. انا بقعد اتفرج على البرامج وبقعد اتفرج على السيرة التحليلية من وجهه نظر بقعد اضحك يعني. بضحك ليه؟ لان انا دلوقتي قبل ما ادور على الاستقرار الفني لازم اللي هيديني استقرار فني هو الاستقرار الاداري. اكيد لما انت حضرتك دمرتني اداريا هجيب منين استقرار فني؟ لما اللاعب اللي بينزل الملعب ده مش عارف مستقبله محدده ازاي؟ هفكر ازاي في استقرار فني؟ مش في لجنه تديرها يا فندم؟ مفيش الكلام ده. بس انا هقول لك يعني على روشيتا. طب انا هقول لك على روشيتا كان موجود مرتضى وموجود فرجاني ساسي، ما عملتوش عقد محترم ليه؟ ادام انت شايف ان جايب مبلغ فرجاني ساسي جاي اللي جايب مستشار تركي آل الشيخ بناء على الشرط الجزائي اللي كان محطوط في عقد عبد الله السعيد. فرجاني ساسي جاي بالطريقه دي، لازم تبقى فاهم القصه دي. تمام فهمتني. انا ممكن برضك اديك الايه طيب عشان بس في جماهير زمالك ما تعرفش ان احنا عندنا 7 محترفين. تمام ونجم بن شرقي ساسي مسلوسي احداد الجزيري سيف الجزيري سيسي طبعا سيف في هيعود من الاعاره ونجم وهيقعد هنا في الدوري المصري مصطفى فتحي نتألق بشكل جدا في مع سموحه. هو مصطفى فتحي انا اعرفه على المستوى الشخصي. تمام كان يعني هو كان عايز يلعب شويه كان عايز يلعب 10 ماتشات ورا بعض 20 ماتش.
تمام. فمصطفى فتحي دلوقتي يعني رقم واحد مرشح من داخل الدوري المصري ان هو يرجع تاني دي من الاعاره. وعندك ونجم تمام. ونجم اللي هيرجع فقط رزاق سيسي هيستنى عليه شويه لان الاصابه بتاعته هتقعد 6 شهور تمام. عشان ما حدش بس عشان الناس بتنادي ان هو يرجع والكلام ده عنده اصابه او مش هيستفاد منه 6 شهور تمام. فليه ارجعه دلوقتي تمام. عندك برضو الزمالك محتاج باك رايت ومحتاج لاعب مركز 10 لان احنا بنعاني منها تمام. نادي الزمالك بيعاني منها بقاله اكتر من 3 سنين تمام. عندك عايز سيرد باك واعتقد ان اللي جاي عبد الله بكري تمام. وعايز مهاجم محترم اعتقد ان في صفقه تبادليه بين الزمالك والمقصه على مروان حمدي يظهر يرجع للمقصه تاني وباسم مرسي يرجع. وباسم مرسي رجع بشكل لائق جدا وعايز يعمل قصه بس. فهو وعندك عوده ونجم فقط لا غير تمام. الزمالك مش محتاج كتير. وبس اهم حاجه عشان احنا داخلين على كوارث ثانيه برضك عندك بن شرقي عقده قرب وعندك تمام. احمد زيزو اب رغبه ان هو يجدد للزمالك تمام. بس هي انا بص عايز بس الجماهير ما تدوسش على لعيبه شويه لان هي اللعيبه برضك مش عارفه يا استاذ احمد مش عارفه لحد دلوقتي تحدد مصيرها. ان اذا كان الناس المسؤوله على المكان هي مش عارفه ان مش عارفه مصيرها. فاللاعب نفسه لازم تعذره عشان هو مش عارف حاجه. لما بيروح يقعد مع اللجنه المؤقته يا استاذ احمد ما بياخدش رد ولا وعد لان هو مش عارف. فهمتني؟ دي انا اللي بكلمك في دور اللجان ان هي مش فاهمه حاجه. اللجان دي عباره عن هدم كيان لازم هيتهدم تمام. فهمني؟ فاتمنى ان شاء الله الاصلاح قادم باذن الله ان يستجيب لصرخات الزمالكاويه. نادي الزمالك نادي كبير طبعا. وليه هنقعد نقول نادي كبير من هنا للسنه الجايه بس احنا بنتكلم اللي على الواقع. ان شاء الله باذن الله الزمالك كده هياخد الدوري ان شاء الله. توقعنا الدوري ما هو انا دلوقتي لحد دلوقتي احنا فاضلنا 9 مباريات تمام. فاضلنا 9 مباريات تتوقع له اه ولا لا؟ انا انا اتوقع بس اعتقد ان المسؤولين مش متوقعين كده يعني حسب لو الاهلي خد انا على مسؤوليتي وبقول لك لو الاهلي خد افريقيا الزمالك ياخد الدوري. طيب استاذ محمد حابب تشكر مين شكر خاص توجهه قبل ما اختم معك في المجال الرياضي؟ انا مش هشكر غير بصراحه جماهير نادي الزمالك اللي صبرت على كل الكوارث اللي شافتها الفتره اللي فاتت دي ولسه صابره وعماله تزيد. بصراحه الشكر رقم واحد يروح لهم هم مش هيروحوا لحد تاني لان مفيش مجال انك تروح لحد تاني بصراحه. اشكر المجلس السابق اللي بيحاول يعني انا قلت يعني من ضمن الروشته العلاجيه لو رجعت امير مرتضى منصور مشرف عام على كره نادي الزمالك حاليا بامر الله يقدر يلم الدنيا كلها. فاهمني؟ ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه جميله كده ونشوف الزمالك في احسن حال باذن الله كده. لما يكون في عداله في مصر عداله كرويه من المسؤولين هنشوف الزمالك في احسن حال ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيفي الكريم العزيز الاستاذ محمد مجدي الناقد الرياضي. شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. هنطلع طبعا لفاصل ونستقبل ضيفي الكريم الاستاذ اسلام محمد الناقد الرياضي والاهلاوي الصميم وان شاء الله تكون حلقه وفقره ممتعه باذن الله. الصعيدي مشرف قطاع البراعه عند نادي ابو قير الرياضي ومدير فني فريق 2010. طيب شايف المهرجان النهارده ازاي؟ اول احنا الصعيدي مشرف قطاع البراعه عند نادي ابو قير الرياضي. الصعيدي مشرف قطاع البراعه عند نادي ابو قير الرياضي ومدير فني فريق 2010. طيب شايف المهرجان النهارده ازاي؟ احنا بنرحبوا بيكم وشرفونا وكابتن احمد والجمع الكريم اللي كان موجود وكابتن احمد الفضالي وكابتن زيزو اسماعيل وطبعا دي كان يوم جميل بحضوركم يعني. بتشارك دايما في المهرجانات؟ طبعا 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 هنا عند الكابتن مفيد والكابتن محمود المزين دول يعني بيتنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنرحب بحضرتك استاذ هدير والاستاذ ايمان الفاضل. يوم كان جميل والله ويوم محترم واحلى حاجه فيه طبعا ان احنا شفنا الناس المحترمه دي والناس الجميله ديت. ونشكر الكابتن زيدان طبعا على اليوم الجميل ده وطبعا اخويا حبيبي الكابتن احمد الكابتن احمد فوز طبعا اللي شرفنا الكابتن احمد فضلي طبعا. ان شاء الله بنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. حضرتك بتحضر على طول في المهرجان ده؟ والله يعني مش دايما يعني لما يكون كابتن احمد فوز بس بنحضر لكن مش دايما يعني. يعني حضرتك تقول ايه الاول بشكر كل اللي حاضر وشرفونا وانا سعيد ان انا فزت الناس الجميله الناس المحترمه دي. طبعا سعيد طبعا بوجود حضرتك معانا انت والاستاذ الفاضل. سعيد بوجود ابني طبعا الكابتن محمد السعيد. عرفنا عليك. بتشجع نادي ايه؟ الزمالك. بتلعب فين؟ في اليونس. مركزك ايه؟ حارس. مواليد 2011 بس حارس مرمى كويس. ان شاء الله نشوف المستقبل كده حارس مرمى كويس.
الاستاذ سعوده خليفه مدير فني نادي الشمالكيت العام الماضي. شايف حضرتك يعني المباراه والمهرجان النهارده ازاي؟ والله هو يوم رياضي جميل يعني احنا بنتجمع فيه. بنشكر في البدايه كابتن احمد فواز والكابتن مفيد المهدي والكابتن زيدان ابو اسماعيل طبعا حبيب الكل على اليوم الرياضي الجميل ده. احنا يوم بنتجمع فيه كلنا، في ناس ما بنشوفهاش غير كل فتره، فاليوم ده بيبقى يوم رياضي جميل، بنيجي نطلع فيه كل طاقتنا، نبقى تجمع كويس الحمد لله يعني بنشوف ناس ما بنشوفهاش من فتره طويله، ويبقى يوم رياضي، يوم بيعدي يوم جميل على الكل الحمد لله. والله انا بدايه بشكر كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، الناس كلها يعني انا شرفت بيهم والحمد لله. يعني اول مره اتقابل مع الكابتن احمد فواز النهارده، من الناس اللي انا اتشرفت ان انا اتعرفت عليها، الكابتن مفيد الكابتن زيدان. يوم جميل، يا رب يكون مدينا العمر ان احنا نتلنا كده على طول وما يتقطعش يوم